مرحبا بمشاهدي قناة الدفاع الحسن الجديدي. العطاوي علي معد ذهني لفريق الدفاع الحسن الجديدي. احنا في هذه المرحلة هذه في ستاج في مدينة مراكش. الدور ديالي انا هو المواكبة، هو المواكبة ديال اللاعبين، المواكبة ديال اللاعبين في هذا الشونجمون، هذا في هذا التغيير اللي وقع على مستوى التدريب. الامور كتمر بشكل 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 جيد، حيث اننا تم العمل على واحد مجموعه من المعطيات النفسيه والاجتماعيه والذهنيه المتعلقه بهذا التغيير. غير انه العمل اللي قام به ستاف تكنيك، وكذلك العمل اللي قمنا به، الدراري الان في مرحله ديال تعلم جديد، ديال استيعاب جديد. بيان سور التعلم ديال الفلسفه اللي كيحملها المدرب الجديد، كذلك السيستيم الاستراتيجي توتو. اون ترافايي سور سا، خدمنا على هذا الشيء باش اللاعبين ما يكونش عندهم مشكل في هذا الاطار. كما كيبان هو ان الان كل شيء الان مستعد يعطي ما عنده باش يكون في على مستوى يكون في مستوى الطموح ديال المدرب الجديد. وكذلك هذه المساله ذهنيا ما كتكونش سهله، لان كل شيء كيبغي يبين احسن ما عنده، كل شيء هذا كذلك هذه تحتاج واحد النوع من المواكبه النفسيه والذهنيه. اشتغلنا عليها بطبيعة الحال، يعني في تنسيق تام مع المدرب السيد هوبير فيلود. كذلك اشتغلنا على لو سيستيم دو فالور، لان المدرب ملي كيجيب معاه مجموعه من لي فالور ديالو، كيجيب معاه واحد المجموعه ديال لو سيستيم، كيجيب ان بلان ديالو، اون استراتيجي ديالو. كذلك حاولنا اننا نقربوا لي بيرسيبسيون، يعني لا المنظور ديال اللعابه ولا المنظور ديال المدرب الجديد. على مستوى التواصل كذلك اشتغلنا باش نقربوا وجهات النظر على مستوى التواصل. دونك مجموعه من المعطيات، يعني واحد المجموعه من المعطيات اللي اشتغلت عليها كمعد ذهني. والحمد لله الان الامور مزيانه، الامور في اتجاه صحيح سليم. شكرا.